عصرنت قطاع البناء، تحدي رفعته الجزائر وتعمل على تجديده العديد من المؤسسات من خلال اقتراح حلول مبتكرة للرفع من وتيرة الإنجاز وضمان جودة أفضل في أجال قياسية. On existe depuis presque 20 ans maintenant. On est les pionniers dans la technologie de la machine à projeter. الناس اللي كانوا بكري كانوا يخدموا على ما يبروجتيو المورتي على ما ولا يلبسوا على ما ولا دوكا يخدموا على ماشين. لا ديفيرونس جو دون ان شيفر برك هكا بار اكزومبل ان ماسون اللي كان يخدم باليد ماكسيموم شامبيون تاع لي ماسون قادر يخدم لنا حتى 15 متر كاري لا جورني اون دو كوش دونك دو باس. حنا على ماشين نخدموا ديجا اون سول اون سول باس ماشي دو فوا يخدموها et en même temps قادرين نلحقوا حتى 300 jusqu'à 400 متر كاري جور دو كريبيساج. تحدي آخر رفعه المتعاملون في المجال بناء المنشآت خاصة التجارية منها في غضون 40 يوماً، وإذا كانت اليد العاملة مؤهلة فيمكن إنهاء طابق كامل في غضون 7 أيام. ليست مجرد بوليستيران عادي المعروف للعوازل أو للتغليف، وإنما مخصص للبناء، فيه خاصية تعطيل اللهب لتصل إلى غاية ساعتين، بين ساعة ونصف إلى ساعتين. هذه عند اختيار المادة الأولية، عازل الحرارة، مانع الرطوبة، وعازل صوتي. التكلفة حاليا تصل إلى 20% إلى 25% أغلى من الإسمنت، يعني البناء الكلاسيكي. استكمال المشاريع السكنية في فترة وجيزة يستوجب استخدام تقنيات وتجهيزات في مختلف مراحل الإنجاز، من بينها تلك المتعلقة بمجال التقطيع والتجميع المواد المعدنية المستعملة في البناء. الماكينة هذه هي اختصاص تاع تقطيع، يستعملوها الناس في السلسلة معناها تاع الإنتاج، يعطي لا رابيديتي، السرعة في التصنيع، في الصناعة ولا في التهيئة ولا في التجميع، في التركيب تاع لابياس. نستعملوها في تصنيع معناها البياس دو روشانج ولا عمليه رسم في الالواح المعدنيه، واللي تدخل في الانتاج معناها الانتاج البناء ولا التركيب الصناعي، وخاصه في الانتاج تاع البياس دو روشانج قطع غيار. السعر تاعها يتراوح بين 3 مليون دينار وفما فوق على حسب لي زوبسيون اللي يمشي معها. ويبقى القضاء على أزمة السكن في الجزائر واحترام الأجال في الإنجاز الهدف الأول من استخدام طرق حديثة ومبتكرة لعصرنة القطاع.